السلام عليكم واهلا جميعا في ملخص الاسبوع الاول للفالورانت اريبيا فيرست سترايك. خلونا نغوص مع بعض في هذه المنافسه. افتتحنا البطوله الخليجيه على خريطه باين في منافسه بين تيم دويلست والسعاده بويز. كالعاده في اول مرحله من البطوله احدى الفرق اثبتت فرق المستوى وانتصر نصر مقنع، هو كان تيم دويلست. في اليوم الثاني شفنا مواجهة قوية بين The Ultimates و Life Goes On على خريطة باين، مع كثير من اللقطات الحلوة من Life Goes On، لكن في النهاية التألق كان من نصيب دانتي اللي ورجانا أداء مميز بجد وحقق الفوز لفريق The Ultimates. في اليوم الثالث شفنا The Ultimates مرة أخرى، هذه المرة ضد Arc Nemesis أيضا على خريطة باين، ودانتي يفعلها مرة أخرى على جد بمساعدة زميله خالد اللي استغل بريتش بشكل ممتاز لضمان الفوز وتأهل The Ultimates للمرحلة التالية. في اليوم الرابع تقابلوا فلامينغوز ومدريد في خريطة الخليج المفضلة باين، وقدموا لنا أمتع وأقرب مباراة في البطولة للوقت الحالي، لكن بعد تبادل لكمات طويل فلامينغوز بقيادة مادنس على سوفا انتهزوا الفوز 13-11. بطولة بلاد الشام ومصر بدأت بمعركة أهلية بين أم الدنيا وذا فاروز، وكما تعودنا في أول مرحلة من البطولة كان في فرق مستوى كبير بين الفريقين، وأم الدنيا انتصروا ب 13-1. في اليوم الثاني تلاقوا عمالقة الإي سبورتس المصري أنوبيس جيمينج مع كلاش إيجيبت على خريطة أسنت، وكانت مباراة متقاربة على عكس النتيجة النهائية التي كانت نصر مستحق لأنوبيس جيمينج. في اليوم الثالث وأيضا على خريطة أسنت فريق كونكر تنافس ضد نصر إي سبورتس وقدموا لنا مباراة جميلة. بعد منافسة شرسة وتبادل طلقات كثيرة تمكن فريق نصر إي سبورتس من النصر بنتيجة 13-7. اليوم الرابع كنا منتظرين اللقاء بين تيم رعد ووايلد أنيمالز في الجولة الرابعة من الوينرز براكت بعد تحقيق كلا الفريقين 3 انتصارات، لكن تيم رعد وإسكوبار بأداء المتميز على جد أثبتوا لنا أنهم من العيار الثقيل بفوز 13-2. افتتحنا الفيرست سترايك الشمال أفريقي بلقاء بين فريقي ليجندز وإكزولتي على ماب هيفن، وهي كانت المرة الوحيدة لحد الآن اللي تم اختيار فيها هيفن. محاولات ليجندز في الهجوم وفي الدفاع باءت بالفشل ضد إكزولتي اللي حققوا فوز سريع بنتيجة 13-3. اليوم الثالث كانت أول فرصة لنا لنرى فوكس جيمينج في الفيرست سترايك، وخصمهم كان بالتأكيد سناجب الهيمالايا، لكن ماذا يمكن أن يفعلوا ضد أمثال كاكتوزيو زودياك وجون كيوتي الذين بدون مفاجأة فازوا فوزا ساحقا على السناجب بنتيجة 13-1. اليوم الثالث في شمال أفريقيا تقابلوا تيم زيرو وتيم ماجستي في ثالث جولات الوينرز براكت، وفي هذه المباراة كانت أعين الجميع على نارتسي الذي تألق وقدم مباراة نارية متع فيها المشاهدين. تيم ماجستي فازوا بنتيجة 13-1. اليوم الرابع قدم لنا مفاجأة لم نتوقعها في المواجهة بين تيم لايتنينج وناري الذين وصلوا للوينرز براكت راوند 4 بدون هزائم، ولأول مرة في البطولة نرى فوزا مثاليا من تيم لايتنينج بنتيجة 13-0. هذه كانت أهم اللقطات من الأسبوع الأول للفيرست سترايك، متحمسين جدا نشوف شو راح تقدم لنا الفرق بالأسبوع الثاني من أصل 5 أسابيع منافسة. كان معكم كول سيستم، نشوفكم في البث المباشر.